هذا هو خزان الوقود الخاص بالمكوك. قد تكون المسافة للفضاء 130 ميلا فقط، لكن تغطية هذه المسافة إلى نصف مليون جالون من الوقود تستهلكها المحركات، أي جالون واحد لكل قدمين. بالرغم من التكلفة الضخمة، تحتاج ناسا دائما إلى اختبار هذه المحركات بين الحين والآخر، لذا فقد قامت الوكالة ببناء هذا المكان في الأراضي الرطبة في الميسيسيبي. كان أول ما تم تركيبه هنا هو مكبر ضخم للصوت يتم من خلاله تشغيل الضوضاء البيضاء لمحاكاة صوت الصاروخ. لقد قاموا بإرسال مجموعة من الشاحنات في مختلف الاتجاهات للخروج للبرية، وتم إصدار تعليمات للسائقين بالتوقف عندما تصبح مستويات الضوضاء محتملة حتى يمكنهم رسم خط حدودي تخيلي. يمكن لأي فرد يعيش في النطاق المحدد أن يقوم باختيار بسيط من أحد خيارين، إما البقاء ولن يمكنك الاستماع إلى أي برنامج تلفزيوني طوال حياتك أو أن ترحل. لم يبقى أحد في المكان، واستطاعت ناسا أن تحقق ما أرادت. 125 ألف فدان من الأراضي. حتى إنهم قاموا بنقل 5 مقابر لأن الضوضاء التي كانوا يخططون لإصدارها كانت كفيلة لإيقاظ الموتى. لا تقلق إن لم تستطع سماع ما أقول، إنني لا أستطيع أن أسمع نفسي، إنها أعلى ضوضاء يمكن أن تتحملها، وكما يتضح فإنها الأنظف. والآن فإن من أكثر الأشياء روعة هي تلك السحابة هناك، والتي تم إنتاجها بواسطة المحرك، وهي عبارة عن خليط من الهيدروجين والأكسجين. إنه بخار الماء، وفي خلال ساعة من الآن سيبتل شخص ما في الميسيسيبي لأنها سوف تمطر. لقد قلت لكم إنها تمطر، شيء لا يمكن تصديقه. لقد نجحت خطة ناسا. العلم في العالم، حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.